جحيم يحلق في السماء بخمسة أضعاف سرعة الصوت. صاروخ كروز لا مثيل له يخترق التحصينات الخرسانية والفولاذية كأنها هياكل كرتونية. مخادع بارع يتخطى الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي. إصاباته عالية الدقة وفرص النجاة من ضرباته تكاد تكون معدومة. صاروخ سوفيتي دمر نصف أوكرانيا وأشغل حلف الناتو في محاولات التصدي له. في هذه الحلقة المميزة من ملفات عسكرية نستعرض لك عزيزي المشاهد قصة الصاروخ الروسي العتيق الذي جعل أوكرانيا لا تنام KH-22. وحش سوفيتي عجوز لا يصد ولا يرد، طويل المدى برأس حربي ثقيل يعادل 1 طن من المواد شديدة الانفجار، صمم من قبل شركة رودوغا الروسية عام 1962 ليكون قادرا على اختراق دفاعات حلف الناتو. في الأساس هو صاروخ مضاد للسفن ولحاملات الطائرات، يعرف لدى الناتو باسم صاروخ المطبخ كيت كان. يعيبه كبر هامش الخطأ الذي قد يتجاوز 300 متر، وهو غير دقيق الإصابة مع الأهداف البرية صغيرة الحجم، خاصة القريبة من المناطق المكتظة بالسكان. لماذا يصعب إسقاطه؟ عادة ما يتم إطلاق هذا الصاروخ الذي يعمل بالوقود السائل من قاذفة استراتيجية من طراز توبوليف 22M3 تحلق بسرعة 1.5 ماخ، وتوفر سرعة الطائرة دفعا إضافيا للصاروخ فيتسارع إلى 3 ماخ ويسلك مسارا على ارتفاع شاهق، ثم ينخفض الصاروخ بشكل حاد ويصل إلى سرعة قصوى تقارب 4 ماخ خلال مرحلته النهائية قبل أن يصطدم بهدفه، ما يشكل تحديا لأنظمة الدفاع الجوي خاصة تلك الأقصر مدى التي تستخدمها أوكرانيا لصد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة. وقد اعترف قائد الدفاع الجوي الأوكراني إن بلاده ليس لديها نظام دفاعي قادر على اعتراض وإسقاط صواريخ KH-22 التي أطلقتها روسيا على بلاده، ومن بين 210 صواريخ أطلقها الروس لم تستطع أوكرانيا إسقاط صاروخ واحد منهم، رغم أن الرادارات الأرضية كانت تقوم بتحديد موقع إطلاق الصاروخ وارتفاعه وسرعته تقريبا. سفاح بوتين القاتل KH-22. تعتبر النسخة KH-22 التي تحمل الرمز N هي الإصدار الأول من هذا الصاروخ، وتأتي برأس حراري بوزن 1000 كيلوغرام، مضاد للإشعاع ولا يتأثر بالظروف المناخية أو بالتشويش الإلكتروني. كان الهدف من النسخة الأولى تطوير صاروخ قادر على تدمير حاملات الطائرات الأمريكية إبان الحرب الباردة بين العدوين التقليديين. ولكونه حقق نتائج أكثر من المتوقع، عمل السوفيت على تطوير المحرك وأنظمة الملاحة ليكون الصاروخ قادرا على ضرب الأهداف البرية. النسخ التي تم تطويرها لاحقا حملت الرمزين M و MA، وهي قادرة على حمل الرؤوس الارتجاجية بوزن 960 كيلوغرام من المواد المتفجرة المقولبة أو المشكلة بشكل هندسي يعتمد مبدأ انقلاب حجارة الدومينو بالتتالي. وتم توزيع الحشوة المتفجرة داخل رأس الصاروخ لتنفجر بالتتالي بفارق زمني يبلغ 0.01 جزء من الثانية، وتوزيعها يكون بشكل هندسي يوجه ضغط الانفجار باتجاه محدد وليس بشكل عشوائي. والغاية من هذه الهندسة جعل الانفجار الناجم على شكل سهم موجه باتجاه مقدمة الصاروخ. وبالفعل نفذ انفجار الصاروخ من خرسانة اسمنتية بسماكة 11 متر، ونجح في النفاذ من خرسانة مسلحة بعرض 4.8 متر، ونفذ انفجاره من 130 سنتيمتر من الفولاذ. والنسخة الأحدث من صاروخ الطباخ حملت الرمز بي، وهي الأشد فتكا في هذه السلسلة لكونها قادرة على حمل رؤوس نووية بوزن 500 كيلوغرام، والقادرة على خلق انفجار يعادل 18 كيلو طن من انفجار TNT. النسخة بي حصلت على تحسينات في أنظمة الملاحة والتوجيه ومحرك الدفع وأنظمة الدفاع والحماية. كيف يعمل صاروخ المطبخ KH-22؟
يستخدم صاروخ روسي KH-22 محركا نفاثا من نوعي تومانسكي والذي يعمل بالوقود السائل، كما أنه مزود بنظام دفع متطور من طراز تونكا 250 مما يمنحه سرعة قصوى تصل إلى 4.6 ماخ ومدى يصل إلى 600 كيلومتر. يصل ارتفاع الصاروخ إلى مدى 40,000 متر، أي أنه يصل إلى طبقة ستراتوسفير ويغوص بعدها نحو الهدف بسرعة عالية تبلغ حوالي 5.600 كيلومتر في الثانية الواحدة، ويمكن أن تكون زاوية الغوص أقل حدة وينخفض فيها الصاروخ إلى ارتفاع 200 أو 150 متر ويكمل مساره على هذا الارتفاع حتى بلوغ الهدف. لذلك يصل هذا الصاروخ إلى هدفه في غضون 4 إلى 5 دقائق فقط. يعتمد الصاروخ KH-22 في توجيهه نحو الهدف في المرحلة الأولى والوسطى على نظام ملاحة بالقصور الذاتي مع تصحيح المسار عبر أوامر لاسلكية بالاعتماد على مقياس الارتفاع الراديوي. لذلك من الصعب اعتراض هذا الصاروخ لأنه يتحرك على ارتفاع عال وبسرعة تفوق سرعة الصوت، مما يشكل تحديا لأنظمة الدفاع الجوي خاصة قصيرة المدى. نظرة عميقة على بدن وهيكل KH-22. يبلغ وزن الصاروخ 5.800 كيلوغرام، كما يبلغ طوله 11.65 متر، وعرض أجنحته 3 أمتار، وقطر الجسم 0.92 متر. وعادة ما يتم إطلاق هذا الصاروخ من قاذفة استراتيجية من طراز توبوليف 22M3، والتي تحلق بسرعة 1.5 ماخ، وهو مزود بنظام ملاحة بالقصور الذاتي بجانب رادار توجيه النشط، مما يجعله مستقلا عن الأقمار الصناعية للملاحة. تعتبر النسخة الأكثر انتشارا لصاروخ KH-22 هي KH-22N، وتستطيع قاذفة توبوليف 22M3 الروسية حمل ما يصل إلى 3 من هذه الصواريخ وإطلاقها من مسافات بعيدة لضمان عدم تعرضها لخطر الدفاعات الجوية. جزار أوكرانيا. دخل صاروخ KH-22 الروسي الخدمة في العام 1962، وتم الإبلاغ عن آخر استخدام قتالي له في 14 من كانون الثاني 2023 أثناء الغزو الروسي على أوكرانيا، حيث أطلقت القوات الروسية صاروخا من طراز KH-22 سقط في منطقة سكنية بمدينة دنيبر الأوكرانية التي كان عدد سكانها قبل الحرب قرابة 1,000,000 شخص، ما أدى لمقتل 45 شخصا وإصابة 79 آخر، بالإضافة لتدمير أكثر من 300 وحدة سكنية، بالإضافة لاندلاع حرائق ضخمة، وفقا لمعلومات أكدها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في 9 أيار الماضي خلال الغزو الروسي لأوكرانيا. تم إطلاق 13 صاروخا من طراز KH-22 من قبل القوات الجوية الروسية، 7 منها في فونتاكا وهي قرية ساحلية على بعد 15 كيلومتر شمال أوديسا، حيث تحطم صاروخ واحد على الأقل في مركز التسوق الريفييرا، مما أسفر عن مقتل شخص وستة إصابات في أهداف في دونيتسك أوبلاست. لماذا يستخدم بوتين هذا الصاروخ رغم عدم دقته؟ من غير الواضح ما إذا كانت روسيا تعمدت استهداف المجمع السكني أو هدفا أقل عملية، أو ما إذا كانت هذه الضربة موجهة لشبكة الكهرباء الأوكرانية حسب ما ورد في تقرير الموقع الأمريكي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية هذا الأسبوع إن صواريخ مثل KH-22 غير مناسبة لضرب دقيق، مضيفة أن الأدلة من حرب أوكرانيا تشير إلى أن الخلل في قدرة الضربة بعيدة المدى لروسيا أكثر عمقا والوصول إلى تقييم سريع ودقيق لأضرار المعركة. كما إن إطلاق صاروخ KH-22 على أوكرانيا يشير بالتأكيد على عدم مبالاة الروس بالآثار المحتملة للذخائر التي يستخدمونها، وأن موسكو التي لم تتورع من شن هجمات على مراكز سكنية مكتظة بالسكان في المناطق الحضرية قد وضعت المدنيين الأوكرانيين باستمرار في طريق الأذى، بالإضافة إلى أن استخدام روسيا للصاروخ KH-22 يثير أيضا تساؤلات حول مخزونات روسيا من الذخائر الدقيقة التي وصفها المسؤولون والخبراء الغربيون سابقا بأنها متضائلة ومنخفضة الإمداد، على الرغم من أن هذا قد يكون هو الحال،
فربما لا يزال لدى الكريملين أيضا مئات من هذه الصواريخ المتبقية في ترسانته، وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الأوكرانية الحكومية يوكرين فورم. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل يمكن للباتريوت الأمريكية إسقاط صاروخ بوتين العجوز KH-22 في حال حصول أوكرانيا عليها؟ أخبرنا في التعليقات.